ديالنا ما ينتهز وين تفليت متحقق لينا تبقى ديالنا تبقى الحناد حرة لا تبقى الدنيا الواحد ما يدخلها واحد. الحمد لله وحده ملي كاع حضرنا اليوم بلادنا وهذا الشيء نتاع بلادنا القرون في القرون القرون في القرون ما عمرو وقع لينا كيما. صباح اليوم بجماعة فاسك قامت الساكنة بالاحتجاج والخروج رجالا ونساء من أجل الاحتجاج على ما في العقار. احتجاجات حضرها مجموعة من أفراد ساكنة فاسك القادمين من الرباط ومن الجالية المغربية المقيمة بالخارج. منذ مدينة الرباط جينا نديروا وقفة احتجاجية ضد الناس اللي كديروا الترامي على أرض الغير، أرض القبيلة بغير غصبوها. والبلاد راه كنا حنا مجتمع من اول الزمان الى يومنا هذا ما عمر شي واحد باع ولا نكر خوه ولا نكر اللي جا كيجي كيحرق ياكل ويشرب الطرب ياكل ويجمع وهذا بغى يدير شي برجوازي في وسطنا بغى يدير البرجوازي على ظهرنا حنا ما يمكنش. هاد الناس ماتوا عليها بالبارود وماتوا عليها الناس الاولين كاع اللي مشاو على رجلهم للرباط وسكنوا مدينه الرباط وتيشطبوا في الطرقان وما باعوش التراب يسرعوا لهم خوتهم ويصدقوا في الخارج ولا البلاد زوينه. احنا دائما وراء القائد الاعلى ما عمرنا خلنا شي واحد ما عمرنا كنا خاينين. هذه قبيله معتزه بالوطن ديالها بالملك ديالها حب الله وحب الدين ودائما هادو امازيغ وقبائل زوينين مزيانين ما كيخطبوا وجا اليوم ولدنا بغى يخطب ترابنا من تحت رجلينا ما على الله الى يوم الدين. السلام عليكم. لهذا السبب نحن اليوم هنا في هذه البلده ونحن ابناء البلده وابناء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي كافة بهذا الذي وقع في بلادنا ونحن في الغربة ونسمع كثير من هذا الكلام ولكن لأول مرة اليوم لقد حضرنا مع إخواننا في فاسك في هذه البلدة واليوم بغينا نتكلموا على القضية اللي فيها إخوان وحلي فيها الاتحماد كاملين. هذه التراب التراب ديال تفريطة حماد تفريطة حماد مقسمة أخماس 13-5 معروفة عند الصغير وعند الكبير والناس كامله تعرفها. اليوم ما نبغوا حد يجي يتعدى على تفريطة حماد الا بحقه يدي حقه. واليوم راه ماشي واحد ما كنقصدوا واحد الانسان راه واحد العدد راه كاين 160 استمرار هنا. الله يكثر خيركم كنطالبوا هاد الناس اللي عندهم 30 هكتار 40 هكتار 100 هكتار 200 هكتار كلهم يحطوا استمرارات باش نشوفوا شكون باعوا العود ومن باعوا. الله يكثر خيركم ما بغيناش نخلطوا الاوراق وما بغيناش بلادنا توصل لهاد الانحطاط ما بغيناش بلاد تدخل المحاكم مع 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 الانسان اللي ياخذ ارضها لان المحاكم طول الامد. واليوم اليوم حنا رانا بغينا باش هذا الحل الحل هذا يكون عند الدوله. الحمد لله وحده ملي كاع حضرنا اليوم في بلادنا وهذا الشيء نتاع بلادنا القرون في القرون القرون في القرون ما عمرو وقع لينا كيما كيما واحد 4 سنين على 5 سنين وهذا الشيء انا لله وانا له رجل وانا طالبين جينا داخل لبلادنا وضمن في الحيوط كاتبين بوليفاريو شكون كاتب هذا الشيء من الباديات من الباديات انا راه من الباديه فين فيا ها الحقوق ديالي وها الحقوق تاع الباديات وحياكم الله. أنا اسمي فيش الحسن من الجالية المقيمة بإيطاليا من مدينة ميلانو. نستنكر بما نجده بقبيلة تيت حماد جماعة فاسك بخصوص ترمي على أراضيها تفريط تيت حماد.
من طرف العصابة، ونناشد الملك محمد السادس بالتدخل عاجلا لإيقاف هذه العصابة، لأننا نريد أن نستثمر في أراضينا، فإذا بنا نجدها مسيجة من جميع الجهات والترمي على أراضي الغير. والسلام عليكم. البلاد ديالنا ما ينسحب، بغينا تفليت متحقق لينا، تبقى ديالنا، تبقى الحماد حرة، ما تبقى حتى ديال واحد، ما يدخلها حتى واحد. شوف يا حماد، هاي حماد الله يعيشهم، الله يخليهم، يخلي لهم البلاد ديالهم. شوف ولدنا فيهم زينة، ما جيتهم أنا برانية فعلا، ولدت فيهم وبغيت ولادي تما يتقروا معاهم. شوف الله ينصر حماد، الله يخليهم ويخلي لهم بلادهم. تحيا تفليت، تحيا حماد. الاستقدام هنا في هذا البلاد هذا، لقيناهم بانهم كيتراموا، لقينا بزاف المسائل. المهم كنطالبوا بتدخل المسؤولين، يكون واحد التدخل حقيقي، يكون واحد، تكون واحد اللجنه، واحد اللجنه، لجنه تكون تحقيق وتبتنا في هذه الملفات الله يجازيها. وكنطلبوا لهم من هذا المنبر هذا، وان هذه الرساله هذه ديالنا توصل. الناس راه عيات هنا، الناس راه عيات بزاف. اننا كنشوفوا واحد الانسان كذا، واش انت جا سلطان ولا امير اللي غتجيك 600 كتار ولا 400، فين جاك هذا الشيء؟ المهم خص تكون واحد اللجنه التحقيق مزيها. وكنطلبوا من الناس ديال القضاء الله يجازيكم بخير بانهم يتدخلوا ويشوفوا هذا المشكل هذا، لانه هذا الشيء الا مشى كاين غيتفاقم وغيولي لنا مشكل كبير. الله يجازيكم بخير، حنا راه كنطالبوا بواحد التدخل، وكنناشدوا صاحب جلاله الملك من هذا المنبر هذا باش يتدخل في هذه الملفات، راه بزاف هذه العقار، راه عيقوا ويخطر. والسلام عليكم.